FM. الكلمة ليك. تلفزة تي في شنو حوالها؟ تلفزة تي في سمعنا برشا في الكواليس انه الامور مش ماشية. ليه؟ بعد انسحابات بالجمله من التلفزة وخرج فلانها ورجع فلانها هذه اختيارات عاديه معناتها فما ناس فما ناس ما لقاتش راحتها فما ناس ربما استنيت حاجه ما اكبر من اللي لقاته دونك ما ساعدهاش فما ناس اللي الخط التحريري نتاع القناه ما عجبتهم لا الخط التحريري جستهم ما يعومش مليح اي واحد يقول الخط التحريري ما يساعدهمش الله هذه الكلمه خاطر تتقال برشا مش يكون موجود تو سامبلومون لانه فما حتى تدخل حتى لتوا على مستوى الخط التحريري او لاي انيماتور معناتها اذا كان فما واحد قال راني خرجت من التلفزة تي في على خط التحريري نتصور يتجنى شويه على على التلفزه. صار ديماراج في القناه كل ما فما ديماراج تعمل باش يصير ان شاء الله في شهر باش يصير علاش؟ والله على اساس ما نعرفش انا كان كواليس هذو نجم نقولهم ولا ما بون قولهم زوايل لا باش نقول خاطر انا استنستني نقول ونعرف نعرف صريح وي شوف القناه بدات بكابيتال اشتر اللي كان متوقع مش المتوقع اشتر اللي موجود على اوراق على خاطر فما فما شكون عنده اشتر الكابيتال واللي من نهار الاولاني من نهار اللي صحح بدا يدخل في الخط التحريري وبدا يدخل في فلان وعلان وهذا نحطوها هنا وهذا كذا وقت اللي عملوا قاعده وقالوا له راهو احنا كاداره فقط عندنا حق التمويل والجستيون والارباح وكل الاشياء الكوميرسيال هذيك الكل وما عندكش الحق باش تتدخل هو انزعج يا ريتو جبد روحه هو انزعج وجد اصر قال لك يا انا هكا وهكا وهكا قالوا له بيا بتنجم تنسحب يعني شونتاج كان سحب وكان وهذه مشكله ولات في برشا في برشا كان مفروض توعد السوق فيه ميركاتو نتاع منشطين ومقدمين نتاع برامج معناتها لا ولات المولى الاموال معناها معناها ما تجيش هي الحكايه برديه معناتها وقت اللي دخل في التلفزيون وشري الناس موجوده في برشا هذه غلطة برشا ناس عندها فلوس ويفيق معناتها واضح كابا فاهم الكلمة ليك.